كابتن احمد، شايف ان الاعلام برضو متهم بالتعصب لكرة القدم عن الالعاب الاخرى؟ مش عايز اتكلم في الجمهور بس، عايز اتكلم في الالعاب الاخرى مع كرة القدم. في الالعاب الاخرى اللي هي الالعاب الفرديه يعني مع كره القدم، يعني الالعاب الفرديه مظلومه، ودي طبيعه الحال يعني مش في مصر بس، يعني في كل دول العالم. يعني احنا عايز اقول لحضرتك ان الناس بره بتشوف ان احنا هنا في مصر، يعني انا بالنسبه للناس بره يعني انا هنا انا عايش يعني، وان انا كمان بلعب لعبه فرديه زي الخماسي ما كانتش معروفه قوي وما كانتش مشهوره قوي، فالناس لا شايفه ان بالعكس يعني ان ده على لعبه فرديه كتير يعني. بس هي الفكره كلها ان هي عشان الحمد لله الميداليه بتاعت الاولمبياد، ويمكن الاولمبياد المره دي كانت مختلفه بسبب الاحداث بقى اللي هي اللي كانت جوه الاولمبياد، مش في اللعب، مش اسباب، مش الحاجات الفنيه يعني اللي في الاولمبياد، احداث كتيره حصلت جوه الاولمبياد خلت السبوت لايت كله فعلا على الاولمبيكس عندنا هنا في مصر، بسبب مش ان مين حقق مركز ايه ولا مين خسر ولا مين بتاع، لا هو من الاحداث اللي حصلت جوه البعثه، فخلت فعلا السبوت لايت يبقى على الاولمبيك جيمز، وان الناس كلها بقت مستنيه ان ده يلعب وان ده يلعب، بس الناس بقت مستنيه فعلا ان احداث اللي بره الرياضه هي اللي بتحصل. يعني يمكن زي ما كابتن كريم كان بيقول ان الاتجاه كله بقى في الحاجات اللي هي اللي بره الرياضه شويه، او الناس بتدور على الحاجات اللي بره الرياضه شويه، فيمكن ده من الاسباب اللي فعلا اللي خلى ان يبقى في سبوت لايت جامد قوي على الاولمبيك جيمز. شايف الاتحادات ليها دور؟ يعني مثلا اتحاد كره اليد نشر اللعبه بطريقه كبيره جدا في مصر، السكواش بقى منشور جدا في مصر، دلوقتي طلع البادل وطلع مشهور، المفروض الاتحادات تساهم اكتر في انتشار اللعبات دي حتى في مصر، ما تبقاش زي ما بيقولوا انها لعبات شهيده يعني. اكيد طبعا الاتحاد بيبقى طبعا اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه بيبقى ليها دور كبير جدا، بس الاتحاد نفسه هو بيبقى ليه الدور الاكبر في الموضوع، لان هي ده تخصصك وده اللي انت مفروض ان انت بتشتغل عشانه، دي لعبتك وانت مفروض بقى يعني بتسوق لها ازاي، بتنشرها ازاي، العدد الانديه المشاركه وتحاول تزود العدد الانديه اللي بيشارك في اللعبه، تحاول تطور من بطولات الجمهوريه اللي عندك، لان دايما التنافس الداخلي جوه مصر هو اللي بيخلينا بره احنا اقوياء. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن ميداليه الاولمبياد بره المره دي بتاعتي كان فيها تنافس داخلي هنا في مصر اكبر بكتير من مثلا من ساعه طوكيو، اكبر بكتير من ساعه برضه لما انا حققت الميداليه في اولمبياد شباب 2018. فهي طبعا الاتحاد هو اللي بيخلق الـ 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 الانجاز في الاخر، وهو يعني ايه يعني المفروض ان هو يطوره ازاي ويبنيه ازاي ويهتم باللعيبه ازاي ويبعد اللعيبه نفسها عن المشاكل اللي بتدور سواء جوه الاتحاد او بره الاتحاد، يعني بيحاول يخلق له المنظومه او البيئه اللي هو يخليه يعرف يتمرن بس ويعرف يركز في التمرين بتاعه، عشان حتى لما يوصل خلاص بقى للهدف بتاعه يعرف يحققه بالشكل الصح، ما يبقاش مشتت بحاجات كتير جدا.